اختم معاكم الكابتن جمال قال حاجه ظريفه جدا، كابتن ايمن المزين يمكن ربما يكون عانى منها كثيرا، تضليل بعض الاستديوهات التحليليه، كابتن اسامه عرابي انا ليه بتكلم الناس اللي اشتغلت فني، تضليل الاستوديو التحليلي، يعني ايه تضليل؟ مش لازم يكون هو ضلال ولكن ممكن يكون عنده جهل بالقانون. الكابتن رضا عبد العال عنده جهل ببروتوكول الفار، فراح ودى الناس كلها في مباراه مازين بالشيء وبالشيء، يذكر ان عجبني جدا الملف اللي انت فتحته ده، ان توجه الراي العام ظلما الى شيء او حقا عكس الواقع، الاثنين مصيبه. تعال اوريكم فيديو قبل ما اروح للفصل الاعلاني، كابتن رضا عبد العال بعد مباراه الاهلي ومازيمبي اقسم قسما مغلظا على الله ان في خدعه بصريه حصلت. انا ليه ما رضيتش اسال الكابتن جمال؟ لاني ما احبش حد يدخل في خصومه مع حد، ولا انا كل الاحترام للكابتن رضا عبد العال، ولكن جمال عبد الحميد الاستوديو اللي فات ادانا مبادره الجماهير كانت رائعه، النهارده ادانا حاجه كده حلوه. الاستوديوهات عندما يكون محلليها ما عندهمش درايه بالقوانين، احنا جبنا الكابتن جمال الغندور نتعلم منه، ما حدش فتى. تعال نشوف بس الكابتن رضا وجه الراي العام، اذا ممكن ربنا يكون مديك مقدره ان توجه الراي العام، دي نعمه من عند الله، ان لم تحافظ عليها ياخدها منك. شوف عمل ايه الكابتن رضا، اتفضل. انا ما عنديش مشكله، هرجع وابص واشوف واتاكد انا قلت الكلمه صح ولا غلط. لقيت ان الكوره لا لمست يا كابتن. انت شفتها لمست؟ شفتها تاني والله العظيم لمست، اقسم بالله كابتن. لا ما تحلفش، ما تحلفش. لا انا بقول لك في خدع، بص في خدع مخرج، اسمع الكلام، وفي خدع سينمائيه وفي خدع كرويه هتتعمل في التو واللحظه. طبعا طبعا طبعا، اسمع بس اسمع بس، ده في ثانيه بتبقى متحضره، اسمع الكلام. بص يا حبيبي، انت السنه اللي فاتت في ماتش، اصل انت هتخلينا نتطرق ان احنا نقول حاجات بقى ما حصلت في ماتش اللي هو بتاع الرجاء. الكره جت في ركبه الراجل ولا في ايده في ماتش الرجاء السنه اللي فاتت؟ ده حسب ضربه الجزاء في ركبته تقريبا. طيب صح كدا. بعد كده لا اللي هو المخرج كابتن، ما تخلينا بقى نتكلم بقى بما يرضي. الكره هي وراك ايه؟ هذه الكره وراك ايه؟ عشان يا جدع ما جاتش في ايده. بص لو جت في ايده، انا هقول لك بقى التحليل. لو جت في ايده يا تنزل قدام رامي ربيعه يا تعدي الراجل. انت راجل لعيب كوره، لو هي قطشت مش لمسه 100% ما لمستش ايده، ما لفستش ايده، لان بص وهي ماشيه ما غيرتش اتجاهها، راحت من دماغ رامي ربيعه يعني للراجل اللي هو سبعه. ما زلت مصمم ان الكوره جون؟ طبعا انا غيرت رايي. وانت تخش معايا القبر ولا جمهور الاهلي هيخش معايا القبر؟ انت بتقول الحقيقة. انا بقول اللي انا شايفه مصر. على الاهلي وعلى الزمالك وعلى منتخب مصر. وانا بقول لك والله العظيم بس هو الاهلي والزمالك اعز من منتخب مصر؟ لا. انت يوم تحليل ماتش اللي هو بتاع نيوزيلندا ضربه الجزاء قلت لك ايه؟ ما المفروض بقى ان احنا نقول ايه؟ يعني ايه نيجي على لا ضربه جزاء؟ ماشي قلت لك مش ضربه جزاء. انا متفق معاك ان انت انا بقول حق ربنا واللي انا بشوفه. لا انت هتنزل معايا القبر. هسألك سؤال، هل انت بحثت ودورت يا جدع من غير ما ابحث؟ بحس لعيب الكوره بحس بدليل ولا لعيب من النادي الاهلي احتاج؟ الجمهور قاعد يقول لك العب يا اهلي العب، عارف ان الجون ما فيهوش اي لغط وما فيهوش اي لوش. ممكن ما كانش في حد يا جدع. سيبك من الاونطه دي والنبي، سيبك من الاونطه دي. دور الفار كده. وربنا انا هحلف بقى لو للاهلي وربنا جون، ورب الكون اللي خلق الكون لو للنادي الاهلي جون، ولو هو كان لمس مش هتيجي الايد ومش هيجيب لك خالص. بعد قرار عودة الجماهير لابد ان نعيد الخطاب الاعلام الرياضي في اكواد ومعايير. ما ينفعش ابدا، ده ممكن يتعامل على اليوتيوب، يتعامل في بيتكم، يتعامل في المطبخ، يتعامل تيك توك، يتعامل سناب شات، لكن ما يتعاملش على الشاشه. ما قلت لك ما تعملوش. طب انا عشان ارد واخد رد نجومنا قبل ما نروح للفصل الاعلاني، بص انا رحت للمتخصصين. اولا بحيي الإعلامية القديرة الأستاذة نائلة فاروق رئيس التلفزيون المصري اللي ردت رد مهم. أنا طبعا معايا هو وبهدي كل الناس وببعت ده للكابتن رضا عبد العال، ده بروتوكول الفار جبته مترجم على فكرة موجود على جوجل، أنا ما اخترعتش، قريته اتعلمت منه حاجات كتير علشان خاطر أعرف الأربع حالات إيه وأعرف غرفة الفار هتشتغل إزاي. وبصدد ان احنا بنرتب ان احنا نعمل معايشه في يوم داخل غرفه الفار. على فكره في زميل اعلامي اقول لكم عليه الحلقه الجايه من السعوديه،
عمل معايشه يوم كامل داخل غرفه البار بتشتغل ازاي. اتمنى ان الكابتن رضا يشوف الحلقه دي موجوده على اليوتيوب عشان يعرف ان المخرج ليس له علاقه بالموضوع ده. تعال بقى انا لخصت لك الموضوع في كم نقطه اعرضهم برضه زي ما بنعمل كهيستوري وناخد تعليق الاخوه. اولا محمد نصر الدين هو اتكلم عليه ما كانش مخرج المباراه دي، اول مصيبه. كان مخرج المباراه زميلنا المحترم هشام عبد الودود، وانا هنا عايز ابرئ ساحه الاخراج المصري. الاخراج المصري عظيم ومخرجينا بنوا قنوات عندنا محمد نصر وهشام عبد الودود والعظيم المحترم خالد عبد العاطي واسامي كثيره جدا مش عايز انسى. جيل من المخرجين بنوا القنوات العربيه كلها. ما ينفعش خدعه بصريه بتشكك في ذمه المخرج، عيب. ودي قوانا الناعمه اللي بنت قنوات في كل حته. دي اول حاجه. تاني حاجه عايز انفرد معاكم باليات عمل المخرج في غرفه الفار عشان بس حضراتكم تعرفوا المخرج ايه دوره في الاعادات زي لعبه مازيمبي، واخد بال حضرتك، او اللعبه اللي ماسكينها يا كابتن اسامه بتاعت السنه اللي فاتت ان محمد نصر جاب كاميرا للحكم الرابع الكره في الركبه انها بالايد، واخد بال حضرتك. كله ده على فكره هجس واونطه. حكم الفار عنده، وده كلام ايدته رئيس التلفزيون المصري، عنده بالسياره الخاصه بيه جميع الكاميرات الموجوده في ملعب المباراه. حكم الفار هو المسؤول الاول عن كل اللقطات الماخوذه في اي حاله فار، وليس لمخرج المباراه اي علاقه بها من قريب او من بعيد. حكم الفار هو المسؤول عن الاعادات لحكم الساحه ومعاه فني من الكاف وليس من التلفزيون المصري. وحكم الساحة يتدخل عندما يستدعي حكم الفار دون تدخل من المخرج. المخرج طول الفترة دي متفرج زينا، ممنوع نهائيا دخول أي شخص غير حكام الفار وفنيين اللي تبع الكاف أو الاتحاد المصري لو محلي أو تبع الفيفا لو المباراة تصفية كاس عالم، بما فيهم مخرج المباراة. ويكون هناك مراجعة كاملة من حكم الفار للكاميرات مع المباراة، وفي كثير من الأحيان يقوم طاقم الفار بالتشييك على كل شيء قبل المباراة بيوم طبقا لتعليمات الاتحاد الدولي. يعني على فكرة بيستدعي المخرج ويقول له تزرع لي الكاميرات ازاي قبل في التمرين الأخير قبلها بيوم. توزع الكاميرات قبل كل مباراة طبقا لتعليمات الاتحاد الدولي مش عشوائي. ومخرج المباراة ملتزم بالبروتوكول الخاص بتوزيع الكاميرات وحاصل على دورات تأهيلية ومعتمد من قبل اتحاد بلده لكرة القدم للمباريات المحلية والاتحاد الافريقي. زيه زي حكم الفار مؤهل، يعني مش بيجيبوا اي مخرج كده وخلاص. في عملية التواصل بين حكم الساحة وحكم الفار في أي لعبة يقوم باستدعاء حكم الفار حكم الساحة دون تدخل من حكم من مخرج المباراة نهائي. 10 مخرج المباراة ليس له علاقة بأي إعادة يمنحها حكم الفار لحكم الساحة. الاتحاد الدولي لكرة القدم رد على الكابتن رضا في البروتوكول او في اللي انا رفعته لكم ده كيف يعمل الفار طبقا للبروتوكول في الحالات الأربعة. دقة المعايير علشان الاتحاد الدولي في ناس برضه بتفهم، محدش يخدع حد ولا يزعق ولا يضحك على حد. لمزيد من الشفافيه استخدمت تقنيه الفار في افريقيا لاول مره في مباراه الترجي والاهلي في استاد برج العرب، والاهلي بسبب تقنيه الفار مهدي عبيد يا ايهاب أيوه. الفولي حرم من وليد ازارو بلقطه فار وخسر البطوله. لقطه وليد ازارو برضه معانا عشان تشوفوها. ابدا من عند الكابتن ايمن المزين تعليقك ده. كلام رئيس التلفزيون والبروتوكول لا كلامي ولا لي دعوه. بص يا كابتن، هو الموضوع بالاول واضح يعني معروف من اول ما حصل الهجوم على المخرج المحترم استاذ محمد نصر ان مش هو المخرج، مش هو هشام عبد الودود. مش هو المخرج، وعرفنا بعد كده ان اختصاصات الحكام الفار هم اللي بيتحكموا في كل حاجه في اللقطات، فحصل تبرئه حتى على المخرج الثاني. كل ده المقصود منه الشو والترند وان انا الناس كلها تبدا تتكلم عليا. لا يا جماعه، لازم نتحرر الكلام بدقه. النهارده في ناس بتتفرج علينا، في جمهور بيتفرج علينا، في ناس بتاخد الكلام ده وتصدقه وبتبني عليه قصص وخيالات كبيره. فلازم الفتره الجايه نهدى بالحوار شويه. زي ما انت حضرتك قلت، النقد الرياضي والتحليل الرياضي لازم يختلف شويه، ولازم تبقى فيه نبره علم وثقافه ودقه شويه في التغيير. ناخد دورات اولهم انا كابتن اسامه. اولا النادي الاهلي طبعا في النهائي،
يعني النادي الاهلي يوم 18 هيلعب ماتش رادس وده مش ده امكانيات لعيبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي والمدير الفني بتاع النادي الاهلي وجهد لعيبه النادي الاهلي، ومش سنه واحده يعني، خمس ست سنين الاخيره النادي الاهلي بيوصل نهائي وخد منهم ثلاث بطولات يعني. فالنادي الاهلي مش هيستنى غلطه من فار او حكم، لكن الاخطاء البشريه بعد كده بعد اذنك انت بتقول والله العظيم لو للاهلي كانت حسبت. طب ما هو اني رامو ضيع بطوله واثاره ضيع ادي بطولتين يعني، لسه انا كنت مش كنت انت اعتقد كنت في تونس انت في لعبه انا رامو يا ايام يا استاذ عبد الناصر كنت هكمل كلام. كان بيشجع الاهلي في تونس ايهاب الفول، انت قلتها النادي الاهلي في تونس مايكل. طبعا انا طالما الزمالك مشترك مشجع صح. النادي الاهلي كل الزمالكاويه المحترمين كده، انت قلتها يا استاذ عبد الناصر، النادي الاهلي مايكل انرامو طاير وبايده وحاططها جوه الجون قدام العالم كله وخرجنا من بطوله وليد ازارو البست عقوبه ملك العربي ايا كان الناس اللي على الفار الحكام اللي معينين من الاتحاد الافريقي هم اللي جابوا اللعبه، وكل الحكام اللي علقوا على اللعبه بعد كده كلهم بلا استثناء قالوا كرة لمست. لا عايز اقول لك على معلومه، انا اسف ماريا، تعال لي دقيقه يا استاذ صبري، ماريا حكم الفار مثيره للجدل، عندها اربع اهداف في امم افريقيا كوت ديفوار زي كده اعتبرهم في الهجايص في الاونطه يعني. في فرق ما بين من تلك الكابتن جمال الغندور بيعجبني اقول لك ايه، حكم بيدي دي ويدي لي بالاحتكاك، حكم ما بيديش. ماريا دي يا باشا اهداف في امم افريقيا اربعه في كوت ديفوار مستحيل يتلغوا، لغته لا ايا كان يعني، هي جابتها واتعادت اللعبه اكتر من مره، وكل الخبراء بعد كده اكدوا واللي قالوا مش لمسه يد اعتذروا واكدوا على ان هي لمسه يد. الحاجه الثانيه ان في مصر هنا عامه الحكام الفار مظلومين في حاجه، انت بتستخدم 6-8 كاميرات على الاكثر، اوروبا 24 كاميرا وبتوصل 32 كاميرا من مختلف الزوايا، ومع ذلك النهارده معدين ال 40 كاميرا. مع ذلك هو الاستاذ الكابتن جمال غندور احسن حكم جه في تاريخ مصر وبيتكلم، قال النهارده في شك ان الكوره ممكن تكون الحكم سفر قبل ما واحنا بنشوف الدوري الانجليزي وبنشوف الدوري الالماني وبنشوف، انا بشوف حاجات في الدوري الانجليزي انا اجزم لو في مصر كانت على طول هتبقى ضربات جزاء، وهتبقى ده احتكاكات داخل ال 18 في الضربات الثابته في الكورنر والحاجات دي، شد واحتكاكات وزق ما بتتحسبش هنا هنا بكل سهوله. فهتفضل رغم الاتحاد الدولي كان الاول الحكام بس والمساعدين كل شويه بيبحث عن العداله اكتر، عمل الفار مهما كان عليه جدل حقق عداله بنسبة أكبر، ولذلك وحل الدنيا ولذلك حتى الجماهير هتحس إن هي هتحس إن ابتدت تهدى شوية، إن في عودة حتى من الحكام اللي في الملعب إن في فار صح. ومع ذلك هيحصل أخطاء بشرية، ومع ذلك طبعًا. يعني مع كل التقنيات طبعًا. دي ومع هيحصل بعض الأخطاء البشرية. فالنادي الاهلي في النهايه هو في النهائي والزمالك والزمالك طبعا ان شاء الله ربنا يوفقهم زي ما وفق النادي الاهلي، الاثنين في النهائي وان شاء الله الاثنين يحصلوا على البطوله، و ده مش قرارنا احنا، ده قرار الاتحاد الافريقي والحكام اللي كانوا موجودين وكل الناس اللي شاهدت المباراه يعني. عايزين طيب قبل الفصل الاعلاني بتتفرج من امريكا الاستاذ امين سامي من امريكا بيقول لهم تحيه اكيد امين سامي يعني. وكل الناس وامجد حنا في امريكا وكل أيوة الناس اصحابنا بيتفرجوا عليه دلوقتي في امريكا ما شاء الله، كل الناس اصحابنا وطبعا عمر هاني وتامر وياسر عمر دولت من المنوفيه بيسلموا عليك يا عبد الناصر عشان فلاحين زيك، فلاح برضو من فلاح صعيدي، والكابتن منصور السحيمي ده زملكاوي قوي بيقول يعني خف شويه على الزمالك يا عبد الناصر. لا ده والله ده احنا بنعمل بس سبايسي مشروع ما فيهوش تاليف.